سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدي الكرام أينما تكونوا. هذه حلقة جديدة من برنامجكم واينت، معكم نلتقي ونطالع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العديد من الزوايا العلمية والمعرفية وأيضا الترفيهية، لكن كل ذلك يأتيكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا. أثارت تغريدة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث على حسابه في تويتر ردود أفعال كثيرة. المبعوث الأممي أخيرا ربما صحى من نومه متأخرا كما جاء في أحد التعليقات، وذكر أو افتكر أن هناك حرب تدور في الضالع، وربما لحد الآن لم يصله أن هناك أيضا اشتباكات وحروب طاحنة في البيضاء، وأبدى قلقه كالعادة والمعتاد. عموما نذهب إلى تغريدته الذي قال فيها: يتابع المبعوث الخاص بقلق بالغ التصعيد الجاري في الضالع، ويناشد جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، أي تصعيد عسكري يهدد التقدم نحو إحلال السلام في اليمن. طبعا نرى كيف كانت التعليقات على هذه التغريدة، وأولى تلك التعليقات من هبة العيدروسة: جاء التصريح متأخرا جدا، كان الأجدر بالمبعوث أن يصرح بذلك عقب اندلاع الحرب في جبهات الضالع، لأن ذلك سيظهر مدى شدة حرصه على وقف الحرب كي يشرعوا في عملية السلام، ولكن الظاهر أن هناك أولويات أخرى، وترك فرصة لظهور أفكار حلول جديدة من الوضع الذي قد ينجم عن هذا التصعيد. طبعا ما ذهبت إليه العيدروس ربما خطير للغاية، ويلمح لأشياء قد تؤثر مستقبلا على شكل وهيئة البلد إذا ما صح توقعها. فايد صالح أيضا هو الآخر، علق على تغريدة المبعوث الأممي إلى اليمن قائلا: الحمد لله أني قرأت هذه التغريدة، وإلا كنت فقدت الأمل من أن الأمم المتحدة لم تعد تقلق أبدا. خليك بمسرحية الحديدة، وأما الضالع فهي لها رجال. وتغريدة أخرى لفهم الباعث: متأكد أنه بقلق، الناس تموت وتهجرت وتشردت وبيوتها تدمرت وأنت تقلق، فعلا القلق مهمتكم الوحيدة، قلق فئة 5 نجوم. تقريبا مر أكثر من شهر على ما يحصل ويحدث في الضالع، بل شهور متعددة، وأيضا ما حصل في العود وجبهة حمر وبيت الشوكي والكثير من المناطق في الضالع. هذه المناطق تعرضت إلى حرب إبادة تقريبا من قبل الحوثيين، كانت هناك تصفيات خطيرة، حتى النساء لم تسلم من استهداف الحوثيين هناك، لكن المبعوث الأممي يبدو أنه كان غارقا في ملف الحديدة ولا يبدي قلق تجاه أي جبهة أخرى. أما في الحديدة فهمه الوحيد كما يقول الناشطون إنقاذ الحوثيين هناك، باعتبارها الخاصر الأضعف والجبهة التي تكبد فيها الحوثي خسائر فادحة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة هناك. نجيب جبريل: في حجور والضالع والعود وغيرها تتابع بقلق، ولا يهمك النساء والأطفال والضحايا التي تقتل والأسر التي تشرد هناك، فكلما يهم بريطانيا وضابط استخباراتها جريفيث هو تمكين الحوثيين من الحديدة وتكرار وعد بلفور جديد في الحديدة. انحيازك وكذلك تواطؤك مع الحوثيين مفضوح تماما. طبعا الكل تابع التغريدة التي غرد بها مايكل أرون وهو سفير بريطانيا في بلادنا، والتي كانت مستفزة كثيرا لمشاعر اليمنيين، ولقت حملة واسعة من الانتقادات وأيضا الغضب على تغريدته. أيضا اليوم ربما المبعوث الأممي البيضاء جبهة هناك لم يبدي قلقه حيالها، فلا ندري إن كانت البيضاء أيضا جزء من اليمن أم لا. محمد الأحمدي: لماذا تغفل تصعيد ميليشيا الحوثي في البيضاء أيضا؟ هذه المحافظة جزء من الجغرافيا اليمنية. وهذا تساؤل أيضا وجيه، وسؤال ربما يجب على المبعوث الأممي الإجابة عليه: لماذا حدد فقط الضالع
ولم يقل البيضاء وحتى بقية الجبهات. فالحوثي يصعد في مناطق متعددة وجبهات عدة، ولكن يبدو أن الهم الأكبر لدى المبعوث الأممي هو الحديدة فقط حسب قول الناشطين. الدكتورة أسماء راجح، لن يأتي الحل في اليمن إلا من أنفسنا بالصوت العالي المصر الذي لا يكل ولا يمل. كل الأقلام ووسائل التواصل تصمم حتى يصل الضغط حد الانفجار في فضح جريفيث وأعوانه والأمم المتحدة الفاسدة في إدارة أزمة اليمن لصالح الحوثي. كونوا عين ولسان فاضح لهم لما يفعلوه، ولم يكتفوا بكم هذه العواصم. إذن تتوالى التصريحات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمباركة على ما جرى في الحديدة، وأنها جاهزة لتقديم الخدمات والمساعدة في إصلاحات ميناء الحديدة وكل هذه الأمور. الانسحاب أحادي الجانب الذي قالت الأمم المتحدة عنه أنه إيجابي وربما دعمه كثيرا وروج له كثيرا السفير البريطاني في اليمن، ها هو اليوم 15 من شهر مايو، شرف على الانتهاء أو كاد انقضى، وربما ننتظر ما الذي ستقوله الأمم المتحدة في نهاية هذه الخطة وهذا الانسحاب. عموما الأوتشا في فرعها في اليمن غردت على حسابها في تويتر قائلة: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جاهز للمساعدة في تحسين قدرة ميناء الحديدة. نحن في سباق مع الزمن لإيصال الغذاء والوقود والدواء وغيرها من السلع الحيوية إلى ملايين الناس المعتمدين في معيشتهم على المساعدات، تقول السيدة ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ذلك. إذا مع هذه التصريحات وكل هذه التصريحات تبقى أيضا هناك حملة يقوم بها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج وين الفلوس، مطالبة منظمات الأمم المتحدة والتابعة لها وأيضا كل المنظمات العاملة في اليمن بإصدار ربما بيان تفصيلي وكشوفات تفصيلية أين تذهب كل تلك المليارات، خصوصا أن تقريبا ما تقاضته تلك المنظمات تجاوز 23 مليار دولار. عموما فقرات واينت مستمرة معكم لكن بعد فاصل قصير. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا، برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا، بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا، برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا. ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذر المعالي، باعث الآمال في ليل الحيارى، حبيبنا نوره جلا، نوره جلا رهيبات الليالي، ألف صلى الله ألف صلى الله. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله.
ولا تمشي إلى حرم، إن المحرم ضيق العيش عقباه. المحرم ضيق العيش عقباه، ولا تناسى أولي الأرحام إن بهم ينال ما لم يكن في البال حسباه. بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج وينيت، حتى الملتقى في حلقة الغد، في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.